كريم معكم فرح من قناة فضو حشانات. اليوم غادي نقدمو كيكه بالخل. المقادير: عندنا 10 معالق ديال الدقيق ممتاز ابيض، 6 معالق ديال السنيده، 3 معالق ديال الخميره من حجم 7 غرام، 3 البيضات، 3 معالق ديال الزيت، 3 معالق ديال الخل، 3 معالق ديال الحليب، لوزيس ديال حامضه. دوزو دابا الطريقه. درنا هنايا قريصه ديال الملح، دابا غنحيدو الطراق ونبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه. نحط شي سباتولا ديال العود، بسم الله، الخميرة هنا كنحركو ونضيفو في الدقيق حتى نكملو 10 معالق كاملين. كملنا الدقيق لي بداونا، كملنا 10 معالق، كيجي القوام ديالو على هاد الشكل. دابا ندوزو نديرو في المول.
نقف في الفرضان ونرجع معاكم. الكيكه ديالنا هي وجدات، زينتها بالسكر كلاصي وصوص كراميل لوز ايفيلي. نشوفوا هذا بقى كيفاش جات. إذا عجبتكم الوصفة نتمنى تدعموني، تشاركوا الوصفة مع الأصدقاء.